عشت أحلام بتوعى لما الشباب يزهر الشجرة لو قصوا فروعة جزور عنهم بتخبر. أنا اللي اسمي ظريف لو شفتوني بشبابي بخي صاحي شغلي نظيف لا تخافوا تدق بابي. بدنا ملي مع بدنا نصير مثل نجوم البترالي بدي وصل كل نجومية بابا يلي بدو حلم ويضي بيدفع ديال غالي ادفعولي بابا تدفعولي. الله يستر الله يعين باباتي شو صاير معكم؟ أنا اللي اسمي ظريف لو شفتوني بشبابي مخي صاحي شغلي نظيف لا تخافوا تدقوا بابي. حلو حلو حبيباتي بطلة بكرة بتنكشف القصة وما بينفع شوفي بابا والحلم بيقلب غصة يا لطيف ويا مين يفك التشفي. مين بده يبرر لمين والحلم بيقلب غصة عيد الشر باباتي يا مين يفك التشفي. أنا 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 ظريف باباتي. اليوم درسنا على الحركات الإيمائية أو البانتومايم. البانتومايم لها تاريخ طويل حيث عرف في البداية من المصريين القدماء. فعندما كان الملك لا يحضر المعركة كان يقوم البهلوانات بالتمثيل الصامت أمام الملك ليشرح له المعركة، وذلك عن طريق تأدية حركات تقليد، لكن هذا الفن عرف أكثر على أيدي اليونانيين الذين طوروه. لك شو بكم كانكم قاعدين بعزاء؟ والله شيء مضايق الخلق يا أستاذ. أي والله بيني وبينك أنا كمان ضايق خلقي وعم أعطي الدرس غصب عني. خير أستاذ شو صاير معك؟ لا ما في شيء. صدقتك كثير استاذ، كيف ما فيك شيء والهم راكبك ركب؟ امبارح تخانقت انا ومرتي، حردت تركت البيت وراحت لعند انا. لا 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 يا استاذك، ليش هيك عملت؟ شو بدي ساوي هذا اللي صار؟ لا حول ولا قوة الا بالله، وبعدين معك؟ ما بعرف. طيب استاذ، شو سبب المشكلة؟ المصاري طبعا، لازمها أدوية وما معي مصاري جيب لها أدوية. راتبك التقاعدي وينه؟ عم يدفعوا أجار بيت كل أول شهر. الله يعينك يا استاذ زهير. طيب انت يا استاذ طلبت الاستاذ ظريف حسابك؟ ليش عم شوفه؟ حتى لو شفته بيقول لي ما معي. طيب يا استاذ انت هدده بتوقيف الدروس وهيك غصب عنه بده يعطيك حسابك. هددته كثير، قال لي بجيب غيرك. معناها افضل حل انك تجي معنا على الزراعه والفلاحه، بلكي بطلع لك شيء قرشين. وشو قصه الزراعه كمان؟ يا سيدي بكره الصبح رح ياخذنا ظريف لنجمع محصول الاراضي الزراعيه. وانتو شو دخلكم؟ نحن ما دخلنا استاذ، بس ظريف يهز بدنه بده ايانا نشتغل كل شيء. طيب وبعدين مع ظريف الزفت ما حدا مرتاح معه وانا عم فكر اشتكي عليه للشرطه. لك لا تشتكي ولا شيء، احسن شيء لا عاد تجي لهون وروح لك شغله ثانيه. استاذ خلينا عم نحكي مظبوط، لانه يمكن انت تكون عم تضيع وقتك هون وبالاخير ما تاخذ ولا ليره. اي والله يا استاذ، نحن عم نخاف انه ظريف بين يوم وليله يختفي وما تاخذ حقك منه. معقول؟ هي ليش لا استاذ، كل شيء وارد عن ظريف.
قولي على هالحكي اذا مزبوط، ساعتها شو بدي اعمل بحالي؟ والله يا استاذ انا برايي تروح تلاقي لك شي شغله ثانيه تطلع منها مصاري، لو كانت شقفه بسطه احسن ما تعطي دروس هون يروح عليك حقك. اي والله مزبوط، وانا عم فكر روح دور على شغل ثاني لانه حاسس حالي هون ما الي خبزه. يلا سلام. الله معك استاذ. الله معك. حرام. يا حرام. يا حرام هالظريف الزفت شو عم بيعمل بهالعالم. يا ريت خلينا يشتكي على ظريف الشرطة. ابو اياد ابو اياد الو ابو اياد له معي مصاري له معي مصاري ما ابو اياد شو كان اسمه لك شو كان اسمه اذا شو يعني شو صار معك استاذ ظريف تعبينا مي ومعك انا تعبيت هموم انا شو عم بلعب شايفتني عم بلعب شيء عم بلعب لك ما عم تلعب بس خلصنا بقى لحظه شوي ابو احمد ابو احمد ابو احمد ابو احمد كعب بعجوه ابو احمد كعب بعجوه ابو احمد ابو احمد الو ابو احمد حبيبي حبيبي حبيب قلبي ابو احمد كيفك شو اخبارك ابو احمد يا هلا ايه على عيني ابو احمد ان شاء الله اولادك بخير المدام جابت لا اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته وعم سته وعم جابت ام احمد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك ايه ايه طولي بالك شوي يا ابو احمد يا ابو احمد حبيب قلبي انت هي بدها جايه هيك على القهوه من التهاب بالقهوه انا وياك وبغلبك ده طاوله بعدين نحكي بتفاصيلها عجلان شفتوه كيف لنا ايه ابو احمد ايه ايه طمني شو صار معك مشان السياره اللي وقعت قدامي بعتها لا لا يا استاذ ظريف خلصنا شو صار معه بشو بدك من حنفيه استاذ ظريف حبيبي ابو احمد حبيب قلبي حبيب قلبي انت ليك انا عندي الحنفيه عم تنقط يا عمي ابو احمد الله يخليك الحانة المي عبيت ارض الحمام الله يوفقك الحانة تك ربيع يا ربيع باقي خمس دقايق لنوبتك لك ايه حاضر حالي تعباني برافو برافو بابا برافو حبيبي حبيبي تك وين ابو بطيخ انه خمس ساعات ما كان يعرف يجي يلا يلا بابا حبيبي عبيد ما له عبيد ما له الا ما يجي انت انا وبمعنى ايه خلاص يلا تتناوب انت والشباب بالليل حالي تعباني تك وين رحت يا ربيع لك يهزوا بدنه يهزوا بدنه تعا تعا روح الله لا يوفقك اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضل لا تؤاخذنا عذبناك وينه استاذ ظريف ايه لحظه بس استاذ ظريف لك يا استاذ ظريف لك ايش معنا الصحيه استاذ ظريف اهلا ابو احمد اهلا حبيبي ابو احمد شاد ال
لا تسيب لك مالك يا سيد عاد عاد اشرب عندي فضل لك اشوفك مشتاق لا 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 عندي وين لا هيك نقعد مع بعض نلعب طاوله زاد واغلبك ونلعب شده واغلبك ونلعب برجيس واغلبك شو بنلعب نغلبك بس شبك على عمي ابو احمد يا ابو احمد لك طلعت اخي ابو احمد قوم يستر على عرضك المي عبيت الحمام الله يستر على عرضك قوم معي شباب مستعجل استنى شوي قاعدين مع ابو احمد روح هلا صلحها وبعدين نرجع نشرب قهوه معك بمعنى شكل ما يلا تفضل حالي ايه ابو احمد بس ابو احمد لانه بياخذ مني مصاري مفتاح مفتاح شو؟ مفتاح مفتاح ديزي بنسى 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 الله بنسى فك مصالة فك 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 يلا عليكم كوع نص انش كوع نص انش لك يلا خلصني نص انش انا بعرف كوع جاهزي الله يعطيك العافية يا ابو احمد لا عافيك عود عود لسامي لفنجان قهوة ضلك نايم والله عندي مواعيد الشغل يعني نقعد له يا فنجان قهوة على السريع ما بتقصر طيب ماشي يلا بحاسبك بعدين صباح التفاح عشقني وانا فادي يا حبيبي حبيباتي فادي ربيع جيهان جيهان عبيد ايه وين الهلا انا قايل لهم 8 ونص يكونوا موجودين هون تعمل ليش ما اجوا هلا يروحوا عليني الرزقة بسيطة أنا بعرف أتصرف معكم صباح الخير أستاذ كيفك أستاذ؟ أنت هون أستاذ؟ صباح النور أنا منيح بس لسه بعدني على الدرج ما شفتيني بطريقك يحرق عليشك يا أستاذ ضيفي ومهضوم حبيب قلبي بتعرف أستاذ؟ أنت كان لازم يكون اسمك مهضوم مو ظريف بابا حبيبي هلا بلا كتر حكي وين الشباب؟ ليش لسه ما اجوا؟ لا لساتهم على الدرج ما شفتوا وين انتوا طالعين؟ ايه طول بالك يا سيد مهضوم الله عفوا يا سيد ظريف هلا بيجوا ايه شو فيها اذا تاخروا شوي يا استاذ ظريف؟ لا كيف يعني شو فيها؟ كيف يعني شو فيها؟ ما بيعرفوا ان عندنا شغل؟ صباح الخير خيرات والليرات اهلا وسهلا استاذ ربيع ما تواخذنا بس يعني كانه متاخر معك؟ ايه شوي شوي وليش متأخر؟ كنت عم اطلع عمولك بدك شو عمولك ركز 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 يا سيدي كانت اختي بالمشفى عم تولد وانا كنت قاعد عندها الوسط الصبح يا عم بس الله يعطيك العافية بس بابعتي ربيع يعني حبيبي انت ليش اجيت خلاص روح ريح وبكره بتجي دعك اجي لا روح دعك نزلك مصيص 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 خير لا أهلي صباح خير سهلي لا أهلي سكر باب سكر باب سكر باب أيوة وينك لهلا ليش قديش الساعة أستاذ الساعة 9:05 يا حبيبي والله عم تقدرني هالساعة يا أستاذ يلا راح أروح سلام دلالك بابجمو 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 لو
وسهلا. اهلا وسهلا استاذ فادي. بابعطي حبيبي وينك هلا؟ وين بدي يكون يعني يا استاذ؟ يعني انا قام بعشقه السير، شو مالك عايش بالبلد استاذ ظريف؟ لا طول بالك حبيبي طول بالك، هلا بقوم بعمل لك فنجان قهوه بتروق اعصابك. يعني كلياتنا عم نعاني من هالقصه وكلياتنا عايشين بالبلد. ولا حول ولا قوه الا بالله. صحيح انتوا ليش مجتمعين هون؟ لا ما في شيء، حبينا نعمل لك حفل استقبال قبل ما نبعتك هيك تروحوا كلياتكم على القبض وتبلش المحصول. ايوه يعني لساتك مصر على هاي القصه؟ وبلك شوفوا يا صبايا، اليوم درسنا بده تركيز وانتباه شديد جدا لانه بيتعلق بالمقامات. ما بنعرف انه المقامات متعدده وكثيره جدا، بس اساسها سبع مقامات رح نبلش فيهم مقام مقام وندرس كل مقام لحاله. بس انا بيهمني الفرق بين المقام والثاني شو هو. الفرق هو عباره عن نغمه غير درجه. يعني مثلا نحن بنقول دو ري مي فا صول لا سي، هذا مقام. بنجي بدنا نغيره بنقول دو ري مي فا صول لا، بنوقف عند اللا. في لا مينو ولا ماجو. اذا كملنا على لا ميجو ناخذ مقام، اذا على لا مينور ناخذ مقام ثاني. فلذلك لازم نركز كثير وننتبه كثير على موضوع المقام. استاذ هذا الدرس كثير كثير مهم وكثير له فائده كبيره، وانت كثير شكرا لك على هذا الدرس. بس والله يا استاذ يعني حرام الشباب تروح عليهم هيك معلومات، مو هيك صبايا؟ لا لا استاذ. يا حبيب قلبي يا استاذنا الكبير يا معلمنا انت، انا برايي شو رايك ناجل الدرس شوي بس ليجوا الشباب؟ حرام حرام استاذ، مشان ما تروح عليهم الحصه الغنيه بالمعلومات. لا لا لو سمحتوا، أنا الأستاذ ظريف كلفني إني أعطيكم هذا الدرس، معناته لازم أعطيكم إياه. يا أستاذ نعيم، الأستاذ ظريف لو عامل أهمية لدرسك ما بيقول لك أعطي البنات لحالهم واترك الشباب بلا درس. مزبوط. هلا من ناحية إنه الشباب لازم ياخذوا هذا الدرس مزبوط معكم حق، بس ماني عرفان أنا يعني شو الحل برأيكم؟ الحل إنك توقف هلا الدرس، لأنه أنت بطبيعة الأحوال مالك عم تاخذ مصاري من الأستاذ ظريف. والله الواحد بيحتار شو بده يحكي. شيء بخجل يعني، الدين صار لفوق راسي، كل ما احكي مع الاستاذ ظريف ما بيرد علي. يا استاذ نعيم طول بالك، انت بس روق وما بصير الا اللي بدك اياه. لك شلون بدي طول بالي وكيف بدي يصير اللي بدي اياه؟ انا يعني وصلت لمرحله انه ما معي مصاري اطلع فيها بالمواصلات، عم يجي ماشي منيح هيك. يا بنات نحن لازم نوقف وقفه تضامنيه مع الاستاذ نعيم، لانه هو استاذنا وحبيبنا. يلا كل وحده منكم تمد ايدها على جيبها على السريع. شو ها؟ شو هاد؟ مو معقول ابدا انا اخذ منكم انتو مصاري؟ انا كرامتي ما بتسمح لي ابدا. لا لا يا استاذ نعيم، لك نحن مثل بناتك وانت استاذنا وانت منا وفينا وما بتغلى عليك هالمصاري ابدا، مو هيك يا بنات؟ مزبوط، خذهم انت هلا يا استاذ وحل فيهم مشاكلك، صح المبلغ قليل بس هذا اللي طلع معنا. بعدين يا استاذ بحياتك ما في شيء من قيمتك ولا في شيء من واجبك، بس هذا اللي طلع معنا. اذا هيك ماشي الحال. يلا اسمحوا لي انا عن اذنكم. تفضل استاذ. الله معك استاذ، الله معك. يا حرام عن جد الله يعين العالم. لك الله ينتقم منك يا ظريف، لك بدي اعرف كيف له قلبي شغل هالعالم ببلاش وبلا ضمير هاد. اي والله بلا ضمير، يعني ما بتشوفيه كيف بيشغلنا ببلاش وبياخذ مصارينا لجيبته؟ اي والله اي والله يقطع عمره ان شاء الله، منيح ما اخذنا اليوم نفلح ونزرع مع الشباب، يخرب بيته. لك صحيح يا بنات، شو بيكون صاير بالشباب هلا؟ يا على قلبي عليك يا فادي، اكيد بيكون ميت من العطش. ولا خليل يقبرني، اكيد بيكون جوعان، ولك خس الجوع يا ابو الخل خس الجوع. والله يا جماعه
أنا شايف إنه الموضوع شائك جدا وخايف من العصابة يجرجرونا واحد ورا الثاني ونروح فيها كلياتنا لبلكي. والله يا أستاذ نعيم كل شيء وارد. والله يا جماعة نحن لازم نلاقي الحل قبل بكرة الساعة 12. والله شيء بيحط العقل بالكف، شيء بيربى الإيدين يعني. ها اجتني فكرة، شو رأيكم نتصل بالعصابة ونبازرهم شوي؟ بركي بينقصوا لنا السعر يعني. أستاذ نعيم يعني ظريف ما له كيس بغاطة. والله من ناحيتي أنا ما بحكي مع حدا مرة تانية، والله بخاف يا أخي، بعدين ظريف ما عجبه يعطيهم غير رقمي. إيش بدنا نعمل؟ تربطنا. وليه؟ هاي العصابة. يلا حكوا معه ونحكوا. ايش بكون؟ ليش خايفين يعني؟ هاي الاستاذ نعيم بيرد. رد استاذ. الو انا سمر، انا ربيع اجيها، انا نعيم. نعيم الاستاذ نعيم استاذ الموسيقى. ايوه انت لازم افتح السبيكر. ايه بفتح سبيكر. شو ما فتح سبيكر تبعها؟ شو ما فتح سبيكر؟ اسمعوا كلكم، ظريف حياته بيدكم وياكم تفكروا بشي ما يكون محسوب، لان ساعتها ما بينفع الندم. وهي ظريف رح خليه يحكي معكم. فعلا صوته بيزعزع القلب. خوت عمي موبايلنا خوت. وهلا شو الحل؟ افضل حل انه نجمع مصاري من الجميع لنساعد ظريف. انا بالنسبه لي ما معي ولا فرنك اساسا، الاستاذ ظريف ما كان يعطيني مصاري. بما انه ظريف ما كان بيستاهل، بس حتى أنا... لو ما كان بيستاهل بعمل لك ما معي اعطيه. لك عم اقول ما انه ظريف عن جد انه ما كان بيستاهل. عم لك ما معي بتقول لي ما كان بيستاهل، بيستاهل ولا ما بيستاهل ما معي اعطيه. ما عم لك انت تعطيه، انا عندي. انت يا طيب. انا عندي اسوارة ثقيلة بالبيت ذهب، بكره رح اجيبها معي لهم. وانا كمان عندي سنسال ثقيل بالبيت، بكره بجيبه معي. وانا كمان عندي كم خاتم، بكره بجيبهم معي. ايه بس هدول ما بيعملوا شيء، بدنا قدهم عمرتين. انا بكره بجيب له معي 200 الف بجيب له اياهم. وانا بحاول دبر من ابي شغله 100-150 الف وكمان ما بكفوا. ايه طيب يعني شو بدنا نسوي هذا الحاضر؟ يا جماعه بكل الاحوال لازم نشوف حدا يساعدنا. لك في حدا بهالوقت عم يساعد حدا؟ العالم والله كلها منتوفه. يا عين عليك، كل العالم منتوفه وانا اكبر مثال قدامكم. استاذ موسيقى اضرب اطرح وما معي. طيب يا استاذ نعيم يعني اكثر من هيك نحن شو طالع بايدنا؟ بعدين يعني اذا ما عجبهم المبلغ يساوي بالدنيا. ايه شو هالحكي هاد؟ ما بيصير اي عصابه بتخوف، هدول ما بيعرفوا حدا، يمكن استاذ ظريف يروح فيها. طيب يا استاذ نعيم نحن شو طالع بايدنا؟ ما طالع بايدنا شيء بعرف، وخاصه انا لانه ما معي مصاري، بس لازم نلاقي حل مشان نخلص استاذ ظريف من بين ايدين العصابه. طيب يا استاذ نحن شو دخلنا؟ يعني الاستاذ ظريف عطاهم رقمنا، ليش ما يعطي العصابه رقم حدا من اهله؟ لك يا جيهان يمكن الاستاذ ظريف ما بده حدا من اهله يعرف، مشان ما يشغل باله. شفتن يا جماعه؟ ايوه بيقوم حضرته بيعطيه رقمنا مشان تنطبش القصه براسنا. مرحبا. اهلين معبتو. اهلين استاذ نعمان. اهلين. طمني شو صار معكم مشان ظريف؟ والله ما صار شيء يا عم عبدو، كله على حاله. يعني ما امنتوا المبلغ؟ والله يا استاذ نعمان امنا جزء صغير من المبلغ، بس ما بتعرف ما بيعمل شيء. طيب وبعدين الوقت عم بيمر؟ والله مو طالع بلقيت شيء يا عم عبدو. طيب انا عندي بريق شاي ورتانو عن جدي، نحاس بنزل على السوق وببيعه، وقد ما طلع حقه بساعد فيه. ما شاء الله حولك شو فتاة، بريق شاي قديش رح يجيب لك حق بريق الشاي؟ يعني قد ما طلع حقه بيساعد. ما في داعي يا استاذ نعمان، حق الابريق ما راح يفيد بشيء، ما راح يعمل شيء. طيب لكان انا رايح على البيت كمل شغلي. إيه لا تبلش الطبخات. حاضر. الله يلا معك استاذ نعمان، تفضلي معك تفضلي. تعرفوا يا جماعة إجا على بالي فكرة كتير منيحة مشان نحل قصة الأستاذ ظريف. شو هالفكرة أم عبدو؟ ما بعرف احكي ولا ما احكي. احكي احكي أم عبدو ونحن كمان نساعدك. وما بعرف شو بدي أقول.
جبنا ام عبد احكي وخلصينا. انا عفكر. ايه عفكر. ايه عفكر. ايه لسه ما قررت بس يعني لسه عفكر. ام عبدو بوس ايدك، شو عم تفكر؟ احكي وخلصينا. انا يعني عفكر انه بيع البيت. انت شو عم تحكي عن جد ام عبدو؟ لك طبعا عن جد، نبيع البيت مشان طالع ظريف. والله هو حق معك تترددي، الفكرة ما أنا سهلة أبداً أبداً. والله معك حق يا عم عبدو، بس لازم تفكر منيح لأنه حرام تخسري هيك بيت. مزبوط يا عمي، بيعت البيت خسارة، بس ما عنا غير الحل ها. طيب إذا هلأ نحن فرضنا أنه عم عبدو بده تبيع البيت، يا جماعة ممكن نلاقي زبون من هون لبكرة؟ يا جماعة عبير معها حق، يعني نحن هلأ منين بدنا نلاقي زبون سريع؟ طيب ليش ما بنعرض الفكرة على عصابة؟ ياخذوا البيت ويعطوا نظري. والله فكرة معقولة. بس يا جماعة البيت حقه أكثر من 10 ملايين، هيك العصابة بيكونوا ربحوا أكثر من 10 ملايين وبكون أنا خسرت بيتي. والله أم عبدو معها حق، أنا برأيي فكرة بيعت هالبيت كلها خسارة بخسارة على الفاضي. لك يا جماعة هلا ما عندنا وقت، شو الحل؟ تميوا عادينوا. لك شو بك خليل؟ ما ترد؟ رد؟ هدول هنن. قولي خلاص بطلت بيع البيت. رد خليل شو بك؟ ايه والله مو قدران. هات انا برد. خود. الو. طيب في مجال تعملوا لنا حسم على المبلغ؟ والله منسي زباينكم. يعني وين ما كان بيعملوا تنزيلات الا انتو. خلص لا تقول شيء، انت باينتك ابن حلال وبدك تسترزق. لا والله ما بريدك تخسر ابدا، هذا رزقك يا اخي. طيب ظريف شو عم يعمل هلا؟ طيب اذا بدك بتحب حول لك وحدات على رقمك؟ اهي مثل ما بدك، والله يرزقك اكثر واكثر. امانه اذا لازمك شيء نحن جاهزين. عظيم، معناها رعينا شوي بالمبلغ. هيك هيك بدي اياه يا عيني عليك. مع السلامة. برافو عليك، منيح يلي رضي ينزل للخمس ملايين. لكن سيد خليل أنا اللي عم بحكي، ربيع شغلة وازنة يعني. والله وصار إلك كلمة يا ربيع عند العصابة، ما بدك إلي؟ ولي بكرة بيحسبوني عم اتعامل معهم، أخي أنا ما دخلني، ما لي شغلة وازنة، انسى. يا ترى رح نقدر نأمن له الخمس ملايين لبكرة؟ لك والله ما بعرف، المصايب عم تجينا من كل الجهات. يا الله، يعني معقول ما عاد نشوفه لظريف؟ اللي كتير زعلانة عليه. مو قصة زعلانة، بس والله ما عم يجي من قلبي. لو حدا منا كان صاير معه هالموقف، كان ظريف لا سأل عنا ولا فرقت معه. يا ترى ظريف شو عم يصير فيه هلا؟ يا مسكين يا ظريف. تعرف ربيع، يعني رغم كل شيء عامله ظريف بس أنا حاسة إنه لازم نساعده. والله لو معي مبلغ كامل كنت تبرعت له فيه، مع إنه ما بيستاهل. بس ما بعرف هاي المرة. ربيع دخيل الحنوت. يا جماعة إحنا لازم نلاقي حل. Thank you.
ما بعرف ليش حاسس شغلة الظريف كلها كذب. معقول؟ هيك قلبي حاسسني. طيب وظريف ليش لحتى يعمل هيك؟ يا ستي لسببين. السبب الأول إنه بده يختبرنا إذا كنا رح نساعده ولا لا، والسبب الثاني بياخذ هالمصاري وبيحطهم بجيبته. لك والله كلامك صح، كيف ما خطر ببالنا هيك قصة، بس بلكي ظريف هالمرة كان عن جد مخطوف. المشكلة ما عاد بين معنا إذا كان ظريف صادق أم كاذب. طيب وكيف بدنا نعرف؟ يا ستي أنا ببالي فكرة، بس لازم نجتمع كلياتنا اللي بنشتغل عليها. إيه ليش لا؟ يا جماعة نحن لازم نتأكد إذا قصة ظريف كذبة أو حقيقة. لك والله معك حق، طب بلكي ظريف عمل هالقصة لينصب علينا. الله عليك يا تامر حسني، هو ده. طيب كيف بدنا نتأكد؟ سؤال وجيه. اليوم وقت رح يحاكونا من شان المبلغ منخليهم يجوا لعنا على البيت ليستلموا المبلغ. طيب بركي اجوا على البيت واخذوا المصاري وما جابوا لظريف، شو بنعمل؟ لا حبيبي، لانه وقت رح يجوا لعنا رح نخليهم يجيبوا ظريف معهم، وبكل الاحوال انا رح خبر الشرطه وبنشوف شو بصير معنا. اي والله والله حاسسني قلبي اليوم رح يصير فيلم اكشن غير شكل. انا قايم روح على المخبر وانا رايح معه. خذوني معكم انا كمان، شو بدي اعمل هون؟ الله معك. يا الله تأخروا شباب كتير من المخفر، بس إن شاء الله يطلع معهم شي بعد هالتأخير. بتعرفوا يا بنات هي أحسن شغلة عملها فادي، لأنه بكل الأحوال المبلغ ما كان يتأمن معنا. طيب بلكي ظريف كان مخطوف عن جد؟ حبيبتي بكل الحالتين إذا كان مخطوف عن جد ولا لا بكل الأحوال الشرطة رح تجي وتاخده. قولتك ما قول إجو؟ وهسا هيك بتكون امورنا كلها جاهزه. بقاني بدي منكم لما يتصلون بيكم خلوهم يجوا لهين على البيت. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. سيد عصام الو؟ شو جهزت المبلغ المتفق عليه؟ ايه كله جاهز، فيكم تتفضلوا وتستلموا. بسيطة، بتتفضلوا لعنا وبنشرب فنجان قهوة وبتاخدوا المبلغ وبتسلمونا ظريف. اها لا والله كتير شاطر، أنا على البيت ما بجي، شوفك برا وأنت حدد الزمان والمكان. طيب طيب أنا موافق، إمتى بتحب؟ ونحن رح نبقى متابعين الموضوع، بس يا شاطرين أنا بدي منكم شغلة واحدة بس، بدي منكم تحددوا موعد مع العصابة وتخبرونا بأدق التفاصيل ونحن رح نكون معاكم. وهسا بما أنه العصابة رفضت تجي لهون فما عاد في لزوم لوجودنا. وهسا بقول لكم بخاطركم. تفضل سيدنا، شرف شرف شرف. أهلين أهلين أستاذ. تفضل تفضل. أهلين خالتي معبدو. أهلين أستاذ نعمان والله. تفضل. يسلم. طمنونا، شو صار مع ظريف؟ لك انا كم مره نبهتك انك انت ما بتحكي ولا بتفتح تمك، انا اللي بحكي بس. اسف تفضلي. طمنونا شو صار مع ظريف؟ والله لسه ما صار شيء. طيب ما خبروكم شيء عن الموعد؟ لاخر مره بنبهك ما بتحكي ولا بتسال، انا اللي بحكي. ييه علينا، هلا كل ما بدي احكي كلمه بدك تسكتيني. شو نعمل افندي؟ شو عم تعمل حالك رجال علي بالبيت مثل التوتو وهون عم بيطلع صوتك؟ خلص مثل ما بدك مثل ما بدك. ايوه يلا قوم اتحرك على البيت، لا تنسى تغسل الغسيل وتنشره وتطبخ وتنظف البيت، بدي اشوفه مثل الليره. حاضر حاضر حاضر. معناها هدول فعلا خاطفينه للظريف.
يا حرام يا ظريف، وقت حكينا صار يبكي ويترجانا مشان نطلعه باسرع وقت. مسكين يا ظريف على هالعلقه. استاذ بتقول يعني معقول العصابه ممكن يعملوا شيء بظريف اذا ما اخذوا المصاري؟ والله هدول العلقه وخيمه معهم، ويفضل انه نعمل مثل ما بدهم. طيب بركي اخذوا المصاري وما طالعوا. والله ما حدا بيعرف شيء، بس هذا الاحتمال ممكن يصير فينا. انا برايي ما نسلمن المصاري لنستلمه لظريف. أنا الظريف باباتي.